مد وجزر بين مسيري المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ بسبب إلزامية دفع مستحقات الفصل الثالث، رغم أن الدراسة متوقفة منذ شهر مارس الفارط. الأولياء منهم من شرع في سحب ملف ابنه وتحويله، لكن في التريمستر عندنا 57000. لي فري دانسكريبسيون سي هكذا في لافين دلاني نخلصو لي فري دانسكريبسيون بلوس دو موا. دركا لا ديريكتريس قالت لي يفو بيي لي 30%، انا نحيه منا باسكو بعيد على وين نسكن، دونك حنا نحيه منا. فوالا نو مازال جو دوا، جبت لو بولتان وقالت لي جو دوا بيي 30%. جي سينيت ورقه بلي كو جو دوا بيي، ماما ما نخلصش باسكو وليدي ما قراش، اي اون بليس دو سا ديجا لو موا دافريل إلي بيي وما قراوهش، خرجوا لو 12 مارس، موا دافريل إل ني با بيي. وزاد قالت لك زيدي خلصي لي دو موا. هذه المدرسة الخاصة هي واحدة فقط من المدارس التي ألزمت الأولياء بدفع المستحقات، وحجتها في ذلك أن تمدرس التلميذ لا يقتصر بالضرورة على وجوده بالقسم. ما يقدرش يقول لك ما يخلصش. ما يقدرش هذا يقول لك ما يخلصش أثناء هو مقتنع بلي مستحيل، مستحيل جهة هكذا في راسه يقول لك أنا ما نخلصش. إنسان يتحدث على خدمة التلميذ. خدمة التلميذ لا تقتصر فقط على الجانب البيداغوجي. فهمت الأخوة؟ لا تقتصر فقط على الجانب البيداغوجي، على القسم، على التحصيل العلمي ثاني. فيه جوانب كبيرة جدا داخلة في 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 خدمة في 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 خدمة التلميذ. فيه تخفيض في تسديد يعني ما تبقى من المستحقات. لكن بين هذا وذاك، هل يعتبر مطلب المدارس الخاصة قانونياً؟ قانوناً الهدف تاع العقد ما تمش، الدروس لم تعطى تاع الثلاثي الأخير، مادام ما كانش عقد اللي يلزمني باش نخلص ما نخلصش حسب العقد، ولا كان غير موجود في العقد يرجع للقاضي، والقاضي هو اللي يجتهد، السلطة تقدر ترجع للقاضي. موضة جديدة خرجت بها المدارس الخاصة حسب الأولياء، مطالب بالدفع لم تقتصر على عطلة الصيف لتصل إلى ثلاثي لم يدرس، سجال متواصل بين المدرسة الخاصة والأولياء في انتظار الفصل فيه.